تمكن فريق مولودية بجاية من تحقيق فوز هام وكبير أمام الرائد وفاق سطيف. أبناء عمران قدموا مباراة كبيرة تحت أعين المدرب خليلوزيتش الذي حضر اللقاء من بدايته. قبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت على روح الفقيد محمد تخروبين الرئيس السابق لمولودية بجاية الذي غادرنا نهاية الأسبوع. المباراة شهدت من بدايتها ندية كبيرة بين الفريقين مع اندفاع بدني في حدود اللعبة لنشهد أول فرصة حقيقية للموب عن طريق فرحات الذي سدد كرة قوية كادت أن تخادع الحارس بالهاني. زملاء دلهوم حاولوا امتصاص المد البجوي بالاعتماد على الكرات القصيرة التي كانت تنقصها اللمسة الأخيرة. لننتظر إلى غاية الدقيقة 32 أين استفاد يايا من مخالفة تولى تنفيذها بطريقة رائعة. كرته تسكن شباك بلهاني الذي بقي واقفا في مكانه. هدف فجر المدرجات. ما كدبش عليك قبل ما نتيري كفرو هذا كنت حس بلي قادر نماركيها ونجا صاحبي أكرو قال لي خليها وقلت له تاي هذا بيت الحمد لله ضربتها وجات في صواب ان شاء الله الحمد لله. سي فيكتوار كي ميريتي سي فيكتوار دو كور اي جو في لا ديدي مسيو تخروبين محمد. نفس سيناريو الشوط الاول عشناه في الشوط الثاني. سيطرة الموب تواصلت في ظل تراجع أداء الصيفية وكاد أكرور بعد هذه المخالفة أن يخادع بلهني الذي أخرج الكرة للركنية. تغييرات الصيفية لم تجد نفعا أمام الإرادة الفولادية لأبناء يما غوريا الذين تمكنوا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 75 أين قدم يايا كرة لرحال هذا الأخير وبكرة زاحفة يمضي الهدف الثاني. هدف أيقظ كبرياء زملاء دلهوم الذي ضيع وجها لوجه مع برفان. لنشهد في العشر دقائق الأخيرة استعراض كروي لأبناء عمراني الذين قدموا أحسن وأجمل مباراة لهم هذا الموسم أمام الرائد وفاق سطيف الذي كان هجومه غائبا كليا لتفوز في الأخير الإرادة على الخبرة. كنا خارج الإطار تماما اليوم وخلصت المباراة اليوم أنه فريقنا كان خارج الإطار رغم سيطرتنا الكاملة يعني في اللعب نقول ولكن كانت فرص ضئيلة وقليلة جدا ومولودية بجاية كان أذكى من فريقنا قدر يلعب على الأخطاء تاع الدفاع تاعنا وقدر يسجل هدفين مبروك عليهم يستاهلوها يعني رغم أنه السيطرة كانت كبيرة من ناحيتنا. الشيء الإيجابي هو تحضير المقابلة نظن المقابلة حضرناها من بعد المقابلة تاع شبيبة بجاية ولكن قلت أني حسيت باللي تحسنت بعض الاشياء في ذهنيات اللاعبين ولا يطبقوا التعليمات ولات عندهم اراده ورغبه كبيره باش يامنوا في الامكانيات تاعهم. مقابله اليوم كانت معيار لينا اسكو نقدروا نغلبوا فريق ما يحتل المرتبه الاولى ولا لا. والعامل